إصابة الفنانة المصرية منى زكي بفيروس كورونا. الفنانة تكشف الحقيقة. ترددت في الساعات الماضية أنباء عن توقف تصوير مسلسل الفنانة المصرية منى زكي الجديد تقاطع طرق بسبب إصابة مساعدتها بفيروس كورونا المستجد وانتقال العدوى لعدد من أفراد المسلسل. ونشرت الفنانة المصرية منى زكي بيانا من شركة إنتاج مسلسل تقاطع طرق، وجاء نص البيان: تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق اسم مؤقت بطولة الفنانة منى زكي والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومن إخراج تامر محسن، بأنها قررت ومنذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة، وذلك حفاظا على صحة كافة العاملين وتماشيا مع قرارات الدولة نحو مجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، هذا فضلا عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره، لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية ولن يحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته. وأكملت البيان وتؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات. كما تؤكد أسرة المسلسل إنه لا صحة لما أشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة. مسلسل تقاطع طرق يجسد بطولته كل من الفنانة المصرية منى زكي ومحمد ممدوح تايسون ومحمد فراج وسيد رجب وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وإخراج تامر محسن.